Bonjour mes amis, صباح الخير. اليوم nous sommes vendredi 6 octobre 2023. Et اليوم راح نزيدو نهضرو على المرسونير، على لي نوفو حركي، على لي ترات تاع الخارج. اليوم نهضروا على لي تراتر تاع الخارج، واحد منهم اللي راهو يساشارم سور لي ديريجون الجيريان. على ماش كيما كاع الجزائريين، باسكو هو من الجزائر، من جلفا، وهذاك الجوال هذا. Les Algériens, c'est quoi le problème? Un Jazair, un Bassid, ou la Qari, ou la Hakim un poste, il y a un homme. Il suffit. Il y a un cash idara. Parce qu'il y a un cash waka. Oui, Gouloulou, Smahanna, ma indiksh le canon, mais il y a un waka hadi. ولا الورقة هذه، ولا أعطينا المعلومة هذه، يخرج ويس ويقطع في الحكومة تاعو، وهذه ماهيش بلاد، وهذه ماهيش حكومة، وتبون ماهوش يخدم. هذه الهضرة تاع الجزائريين، هذه هي كاع نهار وما هكا كاع. أنا راني عايش مع الشعب دون 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 dans une ville chabia on va le kahwa on sma rani gaad menna nsma menna li gaad menna nsma menna w chouf kish yhadrou ki tehdr ma wahed i tmtmi yataki lik el hukouma tout de suite sans analyse il y a toujours kayen un bilan li yarfou la La comptabilité. Un bilan, c'est quoi? Fait maintenant l'actif, fait maintenant le passif. On va mettre la balance. Haouch kain mlih, haouch kain mouch mlih. Hna non. Chaks wahed. Ma ta'tilouch lamiri, kesh warqa, ou ma ta'tilouch bach yibni hayat, ou ma, il devient un opposant. Ou il gata fi bladou. دونك نوليو البن صديره برق صديره. شفتوا كيفاش يقول؟ كان يقول انايا راني نطاكي في المخزن، راني نطاكي في العصابه، على جال نحب بلادي. وتبون باين باللي وليد فاميليا وجاي يخدم. الا سوفي دون لو كادر دون افير نورمال. طلعوا خوه للحبس، هو مير في برلين دون لو كادر دان ديتورنمون، هو 18 واحد سور دينونسياسيون تاع واحد يكلو مومبر دو لا بي سي معاه. هاي يا سيدي، واحد وليد عم خو بن زديره، وبن زديره وليد عمهم يخدم في لاميري، الى كتب بريه ضد هذا لو فرير دو بن زديره لو مير. La police, ils ont ouvert une enquête qui a abouti. Où est-ce qu'on a présenté l'adala ou qu'on a présenté l'adala? Mais ça, présenté quelqu'un à l'étranger. Ou on a regardé les vidéos, il dit non, Ben Cheikh, c'est la haine, il y a, ou je suis allé à la chouya. Qui est trop bon, il va prendre une décision. وانا قلت لكم تبون ما يدخلش روحو في العداله وفي لي زونكات اون كور، سي با ان ايديو. ان مالي لي دوفنو لانمي نيميرو ان تاع الحكام الجزائريين، ويهدر ويحوس كيفاش ينوض كاش حاجه في الجزائر، ويدير لي
يدير لي بريديكسيون، قال بلي راه في عندنا بامنادو، هما رايحين الشعب راه جيعان هاو. بصح نخليكم تسمعوا الخبيث هذا ونعاود نولي لكم، اسمعوه مليح بصح ونعاود نولي لخالتي. الراجدي رحمه الله جزء من المنظومة الفاسدة، جزء من المسؤولين الفاسدين اللي جاتهم فرصة انهم ينهبوا ويديروا وداروا. هذا اذا كان دار، لان بصراحة ما نعرفش ملف براجدي ماذا فعل. يعني لو كان دار حاجة كبيرة كبيرة لو كان راه مازال في السجن، ممكن دار حاجة بسيطة تم معاقبته وخرج وراه في دارهم ومات في عيادة خاصة، مات في عيادة مش عارف لا خاصة ولا عوية، المهم مات في عيادة. هو مريض يعاني من سرطان، من سرطانات الله يرحمه مسكين. لكن هذا يا براجدي ضحى بشبابه وضحى بصحته من أجل الجزائر. نعم، لأنني أنا أعرف تاريخه في مكافحة الإرهاب، حارب الإرهاب بكل قوة وشجاعة وتقلد مناصب وترقى في الرتب والمناصب إلى أن وصل مدير ولائي. مدير ولائي ما ادهاش بالمعرفة، ادهاها بالتدرج باش ولا مدير العاصمة كامل بالتدرج، ربط علاقات مع فلان ورجال أعمال وممكن كذا وكذا. هذاك تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. إذن أنا اللي يهمني الآن الدولة وعلاش تاكل أولادها. هذا براجدي مات الله يرحمه، أخطأ وأسى ودار مشاكل عاقبناه، تكريم ما كانش. يعني مديرية الأمن، مديرية الأمن الوطني الشرطة ما يديروش حتى تعزية، ما يخسروش عليه تعزية لعائلته. قال مديرية العامة للأمن الوطني تعزي عائلة كذا في وفاة إطار من إطارات الشرطة اللي ضحاو. معناتها درك أي إطار تاع شرطة، أي ضابط، أي كوميسار، أي مدير يولي يشوف روحه باللي ممكن غدوة يعني يغلط غلطة كلاه بوبي، يموت وما يترحموش عليه، يموت وما يترحموش عليه. يعني أنا راني قاعد ننبه في المسؤولين هذو في الدولة في وزارة الداخلية وفي الرئاسة وفي المديرية العامة للأمن الوطني، أنه عيب عليكم، خليوا سنة حسنة وسنة حميدة للإطارات الشابة. ها سمعتوا أخي، هو والهضرة تاعو ولي فيديو اكزيست سور سور سا سور سون سيت. سمعتوا الكلام هذا؟ il faut pas sortir de Saint-Cyr ou là il faut pas être يعني دكتور ولا بروفيسور باش تفهم باللي راهي العراس تاعو ضد الحكم اللي داله خوه الحبس، ويلي بريات يقلب البلاد يحرقها على جل خوه. هاي باين عادي، انا نهضر للشعب اللي يسمعوه واللي يتعاطفوا معه ويسمعوا له. جو بارل اوسي او جون سونسي يفهموا باللي هادي سنشر نمو عديتلو كيما لي زارجيريان. عديتولي خويا، ديتولي خويا للحبس، دوك نوريكم بنزديرة، انا راني بنزديرة، انا بنزديرة، جو سوي ان ديو. كيفاش تديو خويا الحبس؟ لازم تطلقو. ولا دون دوطر فيديو يقول بلي نطلب مولاد تنبون، بنتو بناتو ولادو هم اما اختطفوه الرئيس او مخطوف، اما يكذبوا عليه. قولوا له، قولوا له، قولوا له صح، قولوا له يسمع للناس على صح. شوف كومون يدير حوايج لي نيمبورت كال بغل يفهم باللي راه نلحقت له. اخوه سيت ان كورومبو، لي بروف كاينين في الدوسي، الناس شهدت عليه،
واسمو لو ديريكتور جينيرال دو لا بوليس ما ريان افوار دون سيت افير. سي اون افير كي كونسيرن لي سيرفيس تاعو. عنده 200,000 نافير هو حاكم الامن تاع كاع الجزائر يتبع لافير تاع خبز زديره في برين ديتورنا في لابيسي. الوغ عنده دي مليون دافير. لوبجيكتيف تاع بن شيخ لوبجيكتيف نيميرو 1 تاع بن شيخ سي لا لوت كونتر لو كريم اورغانيزي نوتامون لي دروغ. ها هو سكي لانتيريس. اي justement, il y a une relation entre les barons de la drogue, les renflés étrangers, les Romanaya et Ibn Sheikh. C'est leur ennemi numéro un. Ou Khalso, Gaal Khoubata, Fal Kharj, Beshi, Yabto Ibn Sheikh. Heureusement que le président il est là, il n'est pas bête, heureusement. Il est femme. شنو هاد لاشارنمون على ضد ان ديريكتور جينيرال دو لا بوليس؟ شنو هاد لاشارنمون؟ سي باسكو يفي بيان سون بولو وراه واقف لهم يحوسوا يخلصوا عليه دي مليار دي مليار ينحيوه يجي واحد اخر اللي ما عند اللي ما نقولوش اللي با اونيت ما نقولوش هادي مي ما عندوش ليكسبيريونس وما عندوش لا ترومب تاع بن شيخ. هاي مالا نخليكم و سي طافو انتوما اللي ديروا لاناليز تاعكم وحدكم باش تفيقوا هاد الخوبات هادو. هو هذا الكبول تاع امير دي زاد النقش تاع عبدو سمار غير احنا يا الناس تسمع فيهم هما ما يديروا والو. مين هضر على الشعب نحب ماذا بيا le peuple algérien يكون pourtant le peuple algérien c'est un peuple فايق il est intelligent mais الله خال كي يسمعوا الناس كيما هادو يتعاطفوا معهم يا سيدي اسمعوهم. مانيش نقول ما تسمعوش هاد الخبثه اسمعوهم pour avoir une idée بصح من بعد اضربوا الشمة واضرب قهوة ودير لنا ماليز وحدك. قال بنزديرة هذا خوه صح داو الحبس على جا القضية فيها 18 واحد كون داو وحده. قال 19 بيرسون كاع سي دي زيلو كان دي زيلو وكاين معاهم الدور والحكومة تاعنا اليوم الحكومة تاعنا اليوم ما نهضرش بك نهضر اليوم ما نديرهاش واحد هو هنا خدام اونيت لاباس عليه ما عنده حتى تخربيش عنده خوه راه في الخارج ضد الجزائر يديروا المشاكل ليه سي سلا سي باسي على ليبوك بوتيتر مي باك من اليوم كيما يحب الناس يحبوا يقولوا على خو زيتوت. يا كيفاش خو زيتوت يدي في الدراهم مع عند خوه ويروح يمد الدراهم يسلمي في الدراهم ويدير لابولوجي دو تيروريزم ويدير الخبارات ويجيب نهار حكموه في لاكرونديري مع واحد تاع راشد جاي من فرنسا قاعد يدور في الجزائر كي حكموه ويلا ريكوني هو في الحبس يقول باسكو شراوها له باسكو خوه زيتوت. فهموا بلي الحكومة اليوم الجزائر اليوم 2023 سي دي جون زوفيسي في لابوليس في لا جوندارمري في لا ديريكسيون دو لا سيكوريتي ميليتير ناس قاريين القانون ويعرفوا كيفاش يخدموا ويخدموا بالوثائق بيسك كاين حاجة ما نساوهاش سي لو شونجمون في العدالة. La justice aujourd'hui n'est pas devenue comme Ken Bekri. La justice du téléphone. C'est en face qu'il y a des jeunes magistrats. Il y a des dossiers. Il y a des arguments.
دونك ان شاء الله الشعب يفيق ويعرف شكون خوباتا ويعرف شكون اللي مش خوباتا. ولا الجزائر فيها خلل في التسيير هون كاين رجاله موقفين هم يسقموا قد ما يقدروا نقولوا قد ما يقدروا وبالعقل بالعقل نافونسيو نافونسيو والشعب ولا لي جورناليست راهم هنايا بور دينونسي بصح ما كاينش ماشي مليح المغالطات المغالطات واحد كيما الخوباته كيما هذا داير انا نيكرو عنده ليكرا وعنده يوتيوب عنده تيك توك عنده الفيسبوك يربح في الدراهم ويريغلي سي بروبليم بيرسونيل مع لي طالجيريان كيما بنزيرا كيما امديا كيما النقش تاع صمان كونداني بور تيروريزم هذا في الخارج ويقطع لور كان هو هنا كان هنا في الجزائر مع تحكوت يدي في الدراهم باش يدير التيروريزم وباش يحرك ويخمج دوتر اون دافير واليوم يجي يهضر على الحكم تاع الجزائر يا ولدي بركه هنا السلام عليكم هذا تشاو